طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بنراجع في هذا الدرس موضوع الـ try والـ accept، وتابع على موضوع الـ conditional execution في البايثون. هنا نعتقد الموضوع أنه موضوع الـ conditional execution، تحديدا هنحكي عن الـ try except. طيب، الآن لو كان أنا عندي كود بهذا الشكل، والكود مر علينا سابقاً إنه إحنا كنا ناخد، أنا عندي المدخل الأول هو عبارة عن آلة حاسبة، تمام؟ ناخد المدخل الأول، وكذلك بناخد العملية اللي أنا بدي أسويها، سواء كانت عملية جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة، بالإضافة للرقم الثاني. طبعاً هنا إحنا بناخده كإنبوت، بنعمل له بارسينج كإنتيجرز، تمام؟ ممكن أخذهم كفلوت، يعني أوكي، يعني ممكن إحنا نحولها الفلوت بهذا الشكل، وهذه كفلوت بهذا الشكل أفضل، تمام؟ الآن نيجي بنفحص الأوبريتور. إذا الأوبريتور كانت اللي دخلها المستخدم عبارة عن إشارة الجمع، معنى ذلك إنه حامل طباعة على الرقم الأول زائد الرقم الثاني. إذا كان الطرح، الرقم الأول ناقص الرقم الثاني ضرب الرقم الأول ضرب الرقم الثاني، وقسمة الرقم الأول مقسوم على الرقم الثاني. والآن لو جيت أنا شغلت، يفترض أنه بطلب مني الرقم الأول، لو دخلت على سبيل المثال 3، والرقم الثاني 2، عفوا الأوبريتور الآن جمع، والرقم الثاني 2، يفترض أنه يعطيني الناتج 5 بهذا الشكل. نجرب كمان مرة. أنه إحنا نشغل ونجرب شغلة مثل الضرب مثلاً، أنه 4 ضرب 5. أوكي، شغال تمام. لكن المفهوم الـ try والـ accept هو ليش يعتبر إنه conditional execution؟ إنه في عندي في بعض الأحيان الأخطاء اللي بتصير بشكل استثنائي، أنا عندي في تشغيل البرامج، فبالتالي الأخطاء هذه بده يتم معالجتها. مثل إيش هاي الأخطاء الاستثنائية؟ يعني على سبيل المثال، أنا وأنا بدخل في الأرقام، بدل ما أدخل مثلاً 9-0، إنه أجت إيدي على الكيبورد حطيت 9 هاي الإشارة بهذا الشكل، فبالتالي هذا الرقم بنفعش إنه هو يعمل له بارسينج كفلوت، فبالتالي إنه هذا راح يعطيني إيرور بهذا الشكل. أوكي، يعني ممكن نعمل، والإيرور يبدو أنه هو مش حيكون ظاهر. أنا عندي هنا في النوت بوك، فخلينا بالأفضل إنه إحنا نشغله على البي شارب. قبل ما يشتغل ممكن نحكي عن أنواع المستخدمين. أنا عندي أنواع المستخدمين، في عندي نوعين المستخدمين العاديين كإند يوزرز. أنا عندي النوع الأول إنه هو بدون قصد ممكن إنه يدخل مدخلات معينة وتؤدي عنده لأخطاء في البرامج، وهو بالتالي بيصير مش عارف إيش اللي صار بالضبط. وفي عندي نوع تاني من المستخدمين اللي هو بيكون عادة مستخدم كتير غلبة، إن صح التعبير، إنه هو في المدخل هذا هو بالقصد
يعني قصدا انه بحاول انه يدخل مدخلات معينة بحيث انه يشوف ايش اللي ممكن يصير في البرنامج. فبالتالي احنا بنتعامل مع هدول النوعين من المستخدمين. فبالتالي تلخيصا للموضوع، انا عندي المستخدم الاول، مستخدم عادي بدون قصد ممكن يدخل مدخلات خاطئة، تمام؟ فبالتالي انه بيطلع عنده ايرور، هو بيكون مش عارف ايش اللي صار بالضبط. وفي انا عندي النوع الثاني اللي هو بيكون قاصد انه هو يدخل مدخلات معينه بحيث انه يشوف ايش ممكن يصير في البرنامج. فبالتالي هدول احنا بدنا نعالجهم في البرنامج تبعي، انه احنا نعمل معالجه للاكسبشنز اللي بتصير من بسبب هاي المدخلات. طيب انه خلينا نحط الكود هنا، نعمله في ملف جديد try set. اوكي، زي ما اتفقنا انه اي الكود يعني شكل نحاول انه احنا نشغله. فبالتالي زي ما حكينا انه تشغيل البرنامج، انه انا عندي 3 × 4 بيطلع انا عندي 12، ما فيش مشكلة. خلينا نعمل انه انا 9 بدل ما احط 0، اجت ايدي على الداش بهذا الشكل، بيطلع انا عندي هنا خطأ. المستخدم العادي مش رح يقدر انه هو يفهمه، انه انا في عندي هنا value error، انه انا عندي في الفاليو اللي احنا اخذناها في الانبوت مش قادرين انه احنا نعملها بارسينج كفلوت او نحولها كفلوت، لانه احنا اتفقنا انه في التحويل لفلوت انه لازم يكون بيس 10 اللي هو من 0 ل9 بالاضافه للعلامه العشريه. فبالتالي انا عندي دخل ديجيت مش من ضمن النطاق المسموح، تمام؟ فبالتالي انه هذا بيعطيني فاليو ايرور. شغلة تانية، إنه أنا على سبيل المثال، فخلينا نحفظ هذا الخطأ اللي هو عبارة عن value error، إنه أنا في عندي في القيمة المدخلة في عندي خطأ. ممكن يكون في عندي خطأ من نوع تاني، على سبيل المثال إنه أحاول أقسم 4 على 0، فهنا طلع أنا عندي نوع جديد من الايرور اللي هو division، zero division error، تمام؟ فبالتالي هاي الأخطاء بدنا انه احنا نعالجها. فعشان هيك بدنا نطلب انه احنا بدنا نحاول try نعمل هذا الكلام. لاحظوا انه هذا الكلام كله راح يكون في intendation تابع للtry، تمام؟ بنحاول، اذا ظبطت الامور معي تمام خلاص بطلع النتيجه، ما ظبطتش بقول له انه في حاله الاستثناء ايش تسوي بالضبط. فهنا بحكي له accept، وهنا بكتب اسم الخطأ. الخطأ الأول كان value error، تمام؟ بحكي له هنا error بسيط أو لطيف ممكن المستخدم إنه هو يفهمه، إنه error إنه ال input must be numeric، لازم يكون أرقام. وهنا أنا ممكن أعمل معالجة لأكثر من خطأ، وإنه أكتب الاستثناء الثاني اللي بيصير معايا كمان مرة except الخطأ الثاني اللي هو zero division error، وهنا بحكي له إنه لا يمكن القسمة على صفر. فبالتالي هذا خطأ لطيف للمستخدم، انه اوكي بستوعب ايش اللي صار معاه بالضبط، تمام؟ فبنجرب كمان مرة، نحاول نقسم 10 على 3، بطلعنا عندي الناتج ما فيش مشكلة، تمام؟ نحاول عملية جمع 2 + 7، ما فيش مشكلة كله تمام. نحاول على سبيل المثال انه احنا قصدا انه احنا نحكي له انه enter the first number، انه بروح بكتب له اياه كارقام، ممكن احكي له زي هيك 5 بهذا الشكل. فبيطلع انا عندي الايرور البسيط هذا قبل
بدل ما كان يطلع انا عندي الايرور المعقد المستخدم مش كان يفهمه انه الانبوت ماست بي نيوميريك، انه لازم يكون عبارة عن ارقام مش اكتبه كتابة مش بالحروف يعني. فبالتالي اوكي بستوعب انه هذا لازم يكون 5 زي هيك تمام. وهنا خلينا نشوف الخطأ الثاني، بنحاول نقسم الخمسة على صفر، فهنا بتطلع لي الرسالة اللطيفة الثانية انه الـ 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 لا يمكن القسمة على صفر. فبالتالي انه هنا في معالجة الأخطاء انه يعتبر conditional execution، لأنه هاي الجزئيات بتتنفذ في حال حدث استثناء، لكن سابقا في جمل الإف إنه إذا تحقق الشرط، لكن هنا إذا صار الاستثناء معي بتتنفذ هاي الجملة وهاي الجملة. فبالتالي الجمل الشرطية عندي أو الكونديشنال أنا عندي هنا اللي هي سطر 14 وسطر 16 تمام. فالفكرة في الموضوع إنه مش بروح بفحص الشرط إذا كان true أو false، هو بيحاول إنه يعمل هذا البلوك من الكود من line 2 لغاية 12، زبطت معاه الأمور تمام خلاص أوكي بيتنفذ، ما زبطتش معاه الأمور صار استثناء معين. فبالتالي إنه حسب الاستثناء اللي صار معايا سواء كان value error بيشتغل معاي line 14، كان zero division error بيشتغل معاي line 16 تمام.